سلامتكم الصحية حق من الحقوق، وأنتم الأول مسؤولون عنها بالدرجة الأولى. أنت مسؤول عن سلامتك الصحية في ظل هذه الجائحة. إذن فحينما تجتهد أنت أولا على المحافظة على سلامتك الصحية بمعية الأسرة التي تشرف على ذلك، ثم نحن بالمؤسسة حتما ستحافظ على امتياز كنا قد افتقدناه سوسا هو الدراسة الحضورية. إذن جميعنا نريد أن تستمر الدراسة الحضورية وباتباع النمط الحضوري. فما منذ سنتين شي كيدل على المجهودات الجبارة كمجهود اللي كيتقاد خدمتكم مؤسسة التعليمية آخر المطاف هي مؤسسة في خدمتكم، وسوف نعود على نجاحاتكم ونتمنى التوفيق والنتائج الحسنة لكل واحد فيكم. شكرا لك. الآن مع النشيد الوطني المغربي. Yeah.